اسكيلا 14، ازاي افرق ما بين الانتاميبا هيستولوتيكا والايوداميبا بوتشولياي؟ الايوداميبا بوتشولياي هي اسمها غريب شويه، في الحقيقه هي كومنسل، لكن شكلها قريب جدا جدا من الانتاميبا هيستولوتيكا، وعلشان كده احنا خدناها في فيديو لوحدها. بتتميز الايوداميبا بوتشولياي بالجلايكوجين فاكيول. في المعتاد في اثناء الفحص احنا بنحط لوجلز ايودين، واللي بدوره بيصبغ الجلايكوجين فاكيول باللون الاحمر او باللون الاورنج اللي احنا بنشوفه. كتير منا لما بيشوف المنظر ده متكرر جوه السلايد بتعجبه جدا وبيفتكرها انتاميبا هيستولوتيكا. ودلوقتي بنشوف مع بعض انتاميبا هيستولوتيكا سيست. اخترت احط انتاميبا هيستولوتيكا سيست السيتوبلازم بتاعها محمر، يمكن بسبب دايجستد ار بي سيز او دم مهضوم، عشان نقارن الفرق في الالوان ما بين الجلايكوجين فاكيول وما بين الاستروسايت المهضوم. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، أشوفكم على خير.